بسم الله الرحمن الرحيم. بلدي اسمه دير القاصي قضاء عكا فلسطين المحتلة. وبلدنا احنا حارتين شرقية وغربية، وكل حارة فيها جامع. واحنا مشهورين بالزراعة، بالتين، زيتون، يعني من جميعه، يعني الدخان. وعندنا كان مدرسة بلية البلد، بلية الحارتين، يعني مدرسة طبقين. مين كان فيها من الجيش العربي كان موجود. هذا التاريخ ما بنساه. ب30/10/1948 اجوا طيارتين قبل المغرب، يعني بساعتين اجوا طيارتين بريطانيين ضربوا المدرسة. كانوا قبل يوم كانوا طالعين منا للمدرسة الجيش العربي. ساعتها لما ضرب الطيران اهل البلد طلعوا بلية البلد. ظهرت العالم من قرية دير القاصي. يعني ساعتها ثاني يوم اجت كل واحد اجى على البلد، يعني اخذ اغراض، يعني اكل، شرب، ملابس. ما في وعي. يبقى في ناس، يعني واحدة بدها تحمل ابنها او بنتها حملة مخدة ظلت ظاهرة من الخوف. يعني ساعتها كنا احنا الله يرحمه الوالد والوالدة وإخوة اثنين وأخت وأنا، يعني كنا لما طلعنا من فلسطين من قرية دير القاصي. ساعتها جينا ماشيين نبعد 5 كيلو على حدود لبنان اسم الرميش، قعدنا فترة. قلت له لبي يلا يا جمعة جمعتين شهر بنرجع بابا. قلت له بابا يعني هو غلط نطلع من وطننا ومن أرضنا، بس الخوف إجا الطيران ضرب في مجال، يعني العالم كله طلعت. يعني بعدين يعني مأساة. قلت له بابا يعني قال لي حبيبي إن شاء الله بدنا نرجع على فلسطين على قرية دير القاصي. كتبت كتاب الشوق مني إليكم وأمل إن أعود إليكم، فإن طال حكم الله بيني وبينكم أموت غريبا والسلام عليكم.